بنات يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فالاقتراح نتاع اليوم هو المسمن المعمر بواحد الشرمولة عجيبة يا البنات. إن شاء الله تجربوها وتحكموا عليها وتعجبكم كيف ما عجبكم المسمن اللي بارطاجيته معكم مؤخرا، واللي بزاف الأخوات المبتدئات ونجح معهم وكانوا فرحانين بالنتيجة. فإن شاء الله غادي نبارطاجي معكم كذلك حيل خاصة بيا وبالخدمة ديالي. هذا المسمن كان خدمه سير كوموند كيحماقوا عليه الكليان. غادي نبارطاجي معكم ثمن البيع والعبار والميزان، المهم كلشي غادي تصيبوه ان شاء الله في هذا الفيديو. فنتمنى انكم تلايكيو الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب. وبغيت نشكركم بزاف بزاف اخواتي انكم سولتوا عليا، وكذلك بالنسبه للاخوات اللي دخلوا عندي هكا الخاص وزعما وسمو نقول لكم لهلا يخطيكم عليا. ونرحب بالاخوات الجدد ونمشيو مباشره للفيديو باش نشوفوا الوصفه. فهنايا اول حاجه اخواتي عندي كيلو نتاع الدقيق النوعيه الممتازه. فالنوعيه الممتازه هي اللي كنصنعوا بها الحلويات وداكشي. المهم بالنسبه ليا انا جربت بزاف نتاع لي مارك في الدقيق، فما كان ما احسن من الاتقان في المسمن البغرير والقريشلات. كذلك انا كنستعمل الاتقان في الدقيق الابيض، كذلك في السميده الرقيقه وفي الفينو كذلك. المهم عندي كيلو نتاع الدقيق الابيض، زدت عليه 300 غرام تاع السميده الرقيقه، ممكن تعويضها بالفينو 300 غرام. درت كذلك الملح حسب الذوق، وغادي نزيد هنايا هذا العنصر هو الخماره ديال الخبز حبوب. غادي نستعمل ان شاء الله معلقه صغيره غير ديك نتاع القهوه اللي كنحرقوا بها القهوه، هذيك غادي نستعملوا يا اما نصف ملعقه هكا بومبي ولا ملعقه ممسوحه هكا السطح ديالها. فحاولوا اخواتي الا كنتوا غادي تعجنوا هذا المسمن في فصل الصيف تنقصوا على هكا الخماره، اما فصل الشتاء فهذا هو القياس الكافي لهاد الكمية نتاع الدقيق. فكنخلطوها كالنواشف، ومن بعديها غادي تشوفوا معايا انني عبرت معاكم حتى القياس نتاع الماء، دايره هنا القرعه نتاع يوترو نتاع الماء. فبالنسبه للمبتدئات طبعا باش يتعرفوا على القوام نتاع المسمن وما يعجنوهش ويجيهم هكا جاري. فالمهم غادي نبقى هكا نخلط بيديا، ومن بعديها غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي متماسكه وفي نفس الوقت ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش جاريه. فهذا هو القوام تاع عجينه المسمن باش يصدق معكم المسمن شي حاجه روعه روعه. فهنايا خديت ديك البول نتاع الدراب الكهربائي ولا العجانه الكهربائيه، غادي نحط هذا المسمن يتدرب واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق على الاكثر. هنايا الماء هذا هو اللي تبقى لي من يوترو، فعندي الكيسان تاع العنبه بالقياس نتاع 150 مليلتر. كتشوفوا شحال تبقى من يوترو نتاع الماء، تبقى لي كاس نتاع العنبه نتاع الماء. فهنايا الزيت النباتيه هي هذه، دايره نص يوترو نتاع الزيت النباتيه، وغادي نشوفوا شحال غادي تبقى لي منها في نهايه يعني ملي نسالي هذا التحضير نتاع هذا المسمن. هذه هي العجينه اللي ضربتها، كيكون القوام تاعها رائع البنات. يعني الصراحه المسمن تاع العجانه الكهربائيه ما كانش بحالو، كيسهل علينا الخدمه، وكذلك العجينه تاعو كتجي ملسه بواحد الشكل اللي هو زويون زويون. فالعجينه انا غادي ندهن لها الوجه نتاعها بالزيت، وغادي نقطعها بالقياس يعني بالميزان. فالعجينه الكبيره غادي نستعمل فيها 200 غرام نتاع العجينه، والعجينه الصغيره ولا المسمنه الصغيره غادي نستعمل فيها 100 غرام اخواتي. فهنايا كتشوفوا انني كنلولبها بهذه الطريقه يعني دغيا دغيا، ما كتاخذش لينا وقت. ومن بعديها غادي نجيب واحد الغرفيه اللي ندير فيها غير الزيت النباتيه وحدها، وغرفيه اخرى اللي غادي ندير فيها السميده الرقيقه. فغادي نحاول اول حاجه انني ندهن دوك الكريات نتاع السميده، ومن بعديها غادي نحاول نفندهم هكا في السميده الرقيقه. فهاد العمليه كتسهل عليكم الخدمه، وكذلك ما تخليش دوك الكريات يلتصقوا مع بعضياتهم اللي تحطوهم هكا في البلاطو، واخا يلتصقوا وحده مع وحده ما غاديش يلتصقوا ليكم وتبقاو هكا محنين معاهم. فحاولوا انكم تفندوهم كلهم يعني من الجناب ومن الفوق ومن التحت بالسميده الرقيقه.
في العجينه نتاع المسمن قلت لكم تقدروا تدخلوا فيها يا اما الفينو يا اما السميده الرقيقه، لكن في هذه المرحله غادي ديروا غير السميده الرقيقه، ما تقدروش ديروا الفينو، يعني السميده الرقيقه فتعطيكم واحد النتيجه زوينه. البنات غادي نغطيو داك الشيء ونخليوه في الثلاجه يرتاح في فصل الصيف، لكن في فصل الشتاء غادي تخليوه غير هكا محطوط في واحد الجانب. ومن بعدها خديت هنا 800 غرام تاع البصله، درت زوج خيزوات، واحد القرعه السلاويه ولا القرعه بسيبسي، وكذلك زوج فلفلات. فانا حاولت انني ما نكترش الفلفله باش ما تجينيش مجهده هكا في هاد المسمنات. المهم غادي نحاول انني نديرهم في هكا في داك الميكسور باش نهرمشهم ولا نشلطهم هكا رقاق كيف ما غادي تشوفوا معايا. فهذا هو الشكل ديالهم، نحاولوا اننا نرققوهم البنات باش ملي نطيبوهم ونديروهم نعمروا بهم المسمن ما يجيوش هكا يتغزغزوا ديك لافارس. فهنا عندي واحد الكميه نتاع الكفته، اكيد يعني ميزاني، لكن انا هنا استعملت 300 غرام تاع الكفته وزدت معها شويه نتاع الشحمان تاع الكلاوي. فالشحمان تاع الكلاوي البنات كتعطي واحد البنه خطيره للمسمن ديالي. فهنايا عندي الزيت النباتيه، اكيد عندي الزيتون الاخضر اللي انا هكا هرمشته في الطحانه الكهربائيه باش يعطيني واحد القوام زوين هكا. عندي هنا شويه نتاع الشامبينيون يعني ميزاني، فانا قطعته هكا رقيق، وغادي نضيفو كذلك حتى هو لافارس. عندي القزبر ومعدنوس مقطع رقيق، وعندي الملحه الابزار الخرقوم والهريسه، وكذلك الطماطم المركزه والملح اكيد. فغادي تشوفوا معايا. المهم وانا كنحضر في هذه الوصفه جبت واحد المقلاه درت فيها تقريبا 3 معالق كبار حتى الاربعه نتاع الزيت النباتيه، لانني مازال غادي نستعمل ديك الشحمان تاع الكلاوي اللي غادي تعطيني اللذه وكذلك غادي تعطيني لدام لهاد العماره ديالي. فغادي نحط عليها هكا البصله وداك الشيء المهم اللي طحنته قبيله. فممكن جدا انكم تحضروا هاد المسمن غير بالبصله والفلفله والكفته، لكن انا بغيت نزيد فيها داك شويه نتاع خيزو وكذلك القرعه باش تكون هكا صحيه اكثر. فدرت معلقه صغيره بدوك نتاع القهوه، خرقوم معلقه صغيره نتاع الزنجبيل كتشوفوا بومبي، وكذلك معلقه صغيره نتاع الابزار والملح اكيد. فغادي نخلط هاد المكونات ونغطي عليهم تحت نار مهيله حتى يبدي يدخلها هكا الطياب وطيح لينا ديك البصله. في هاد الوقيته غادي نضيفوا ديك 300 غرام تاع الكفته، وكيف ما قلت لكم ماشي ضروري 300، ممكن 200 ممكن 400 غرام، مهم كل واحد على حسب المتوفر عنده. فغادي نزيد داك الشامبينيون كذلك، زدت واحد المعلقه كبيره نتاع الهريسه باش تعطيني شويه الحروره، والقزبر ومعدنوس. بالنسبه لمركز الطماطم انا كانت عندي غير داك شويه، فغادي نحاول نكتفي به نخليه لواحد لاستيس غادي تشوفوها معايا نتوما. الا كانت عندكم زايد تقدروا ديروا واحد المعلقه كبيره هنا في هاد لافارس، وديما تغطيو على المقله نتاعكم حتى يدخلها الطياب ديك لافارس، ومن بعديها تحيدوا ديك المغطى. الا كانت تبقى فيها شويه السوائل خليوها حتى تبخر، كانت ناشفه كما عندي انا هكا ناشفه صافي غادي نحطوها جانبا حتى تبرد تماما، وغادي نعمروا بها المسمن. فهنايا كاضافه انا درت هنايا شويه نتاع الجبن المحكوك هكا، اي جبن كان عندكم موزاريلا ولا الادام ولا. زدت شويه نتاع الزيتون، الزيتون طبعا ما غاديش نطيبوه في المقله وانما نضيفوه كاضافه في اخر مرحله، وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات. ممكن جدا تستغناو على الزيتون وعلى الفرماج، المهم انا كنبارطاجي معكم الوصفه كيف ما انا كنخدمها. فهنايا ديك الزيت غادي نحاول نخلطها مع ديك المعلقه نتاع مركز الطماطم الا كان عندكم حتى اكثر، لان انا هذاك ما كانت بقى عندي. الا كان عندكم حتى اكثر غادي تحاولوا انكم ديروا معلقه بومبي كبيره في هذا الزيت وتضربوها هكا باش تحلوها مزيان. صافي مشيت هكا لطاوله العمل دهنتها كيف ما هو موضح الفيديو، ومن بعديها بديت نبسط هكا المسمنات نتاعي غير هكا دغيا دغيا. فكنت بارطاجيت معكم من قبل الوصفه نتاع المسمن العادي ديالي اللي الصراحه عجب بزاف البنات ومبتدئه، تجربوه وتواصلوا معايا ونجحت معاهم، يعني نجح معاهم المسمن بطريقه يعني عجبتهم بزاف بزاف، وكانوا فرحانين وحتى انا كنت فرحانه طبعا انهم واخيرا رجعوا محترفين في المسمن. فنتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى نتوما، غادي تلقاو فيه نصائح كثيره كيفاش كنخدم واحد الكميه كبيره
نتاع المسمن، لانني كنت عجنت معكم 4 كيلو نتاع الدقيق في ديك الوصفه. غادي نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله، نتمنى انكم تشوفوها وكيفاش تقدروا تحتفظوا بالمسمن ديالكم في المجمد، وكيفاش تقدري اختي الا بغيتي تخدمي على راسك من قلب دارك، كيفاش تقدري تخدمي على راسك بحيل خاصه بيا انا بارطاجيتها معكم، ونتمنى انها تفيدكم كما فادت بزاف الاخوات اللي تواصلوا معايا. فالمهم هنا كتشوفوا هذه هي الطيه الخاصه بالمسمن باش ما يتحلش ليكم نهائيا وانتم كتقرصوه هكا في المقله، لاننا كنعرفوا ان هذا المسمن راه محشي بواحد العماره اللي هي يعني محترمه، هكا الكميه محترمه في هذا المسمن. فهنايا كنت قرصت معكم المسمنات الصغار، ودابا هذه المسمنه الكبيره. فكتشوفوا اول حاجه كندهنها بالزيت ونقلبها باش تمشى لي مزيان هكا فوق طاوله العمل. ممكن كذلك تستعنوا بالزليجه كما بارطاجيت معكم في الوصفه السابقه، غادي تسهل عليكم بزاف الخدمه. فهنايا غادي ندير معلقه محترمه كبيره نتاع العماره، ونحاول انني نبسطها في الوسط، ومن بعدها غادي نطوي بهاد الطيه اللي غادي تخلي لي العماره تبقى لداخل وما تحلش ليا نهائيا وانا كنطيبها. صافي غادي نمشيو على هاد الطريقه حتى نساليو كاع الكميه اللي عندنا نتاع المسمن، وغادي نحاولوا نرشوا لها الوجه نتاعها بواحد الكميه محترمه نتاع السميده الرقيقه باش تعطيها واحد المنظر زوين ملي يطيب. هادو هما المسمنات كتشوفوا انهم بحال ينتفخوا شويه بفعل ديك الخماره حبوب، ها نتوما كتشوفوا. وغادي دابا جبت السليجه نتاعي باش تسهل عليا الخدمه، دهنتها هكا لانني مشيت لاتوليي كنت في الاول نخدم معكم في كوزينه، مشيت لاتوليي ديت معايا الزليجه باش تما هكا نورق على خاطري وما نتمحنش. فهنايا غادي تحاولوا غير هكا تبسطوها بهذه الطريقه شويه بشويه، يعني باش ما تخرجش لكم ما تقطعش لكم ديك العجينه. فانا درت معكم الحبات الكبيره والحبات الصغيره، وغادي نعطيكم ثمن البيع اكيد باش كنخدم هذا المسمن. هنايا هذه هي المقلات الثقيله اللي كنستعملها انا في الطياب نتاع المسمن ولا الحرشه، سولتوني بزاف عليها. فاخواتي هاد المقله انا شريتها من سوق الفلاح مدينه وجده، بحكم انني يعني انا وجديه وساكنه في وجده، فثمن البيع ديالها هو 850 درهم. فانا شريتها تقريبا من هذه سنوات، ما عرفتش تقريبا 7 سنين ولا 8 سنين اليوم والله ما عرفت شحال ثمنها. المهم راهم موجودين في الاسواق ومطبوعه عليهم المقله الثقيله تاع وجده، هكا مطبوعه عليها سميه وجده. فهنايا بمجرد ما تحطوا داك المسمن فوق المقله الثقيله اللي تكون سخونه، غادي ترشوها بشويه الزيت وترشوا الوجه نتاع المسمن، غير تحطوه رشوا له الوجه بقطرات قليله نتاع الزيت، وتحاولوا انكم تقلبوا والمسمن مازال عاد عجينه. فهذا هو السر باش نحصلوا على واحد المسمن اللي طايب من زوج جوانب. وكتشوفوا هكا كنبقى غير نقلب فيه حتى يتحمر، يعني تقريبا غادي نقلبوا 4 حتى 5 المرات، وكتشوفوا اللون اللي تحصلت عليه بفعل ديك الشحمه نتاع الكلاوي حتى هي كتحمروا، وكذلك ديك الزيت اللي فيها مطيشه الحك. وكتشوفوا هنايا هذا هو الدوزيام كوش كما كنقولوا اللي غادي نطيب في هذا المقلاه، مادام انها سخونه مزيان فغادي تلاحظوا انني بمجرد ما رشيت هكا بقطرات نتاع الزيت غادي نقلب المسمنات، غادي ياخذوا اللون بعدا ماشي كما في يعني في المرحله الاولى. المرحله الاولى كانت المقله مازال ما تسخن مزيان مزيان، فهنايا ما ياخذ ليش نهائيا الوقت. وهاد المقلات زعما الصراحه شي حاجه الروعه، الحجم ديالها كبير وكتسهل عليا الخدمه. فثمن البيع اخواتي هو بالنسبه للحجم الكبير غادي نبيعو ب 9 دراهم، والحجم الصغير غادي يكون 5 دراهم لانه مقوم وعلى حقو وطريقو. والزيت النباتيه اللي كنخدم بها انا هي عافيه، يعني شي حاجه اخرى. وفي نفس الوقت اخواتي القرمشه كيجي اروع، وفي نفس الوقت اخواتي هي شي حاجه الخدمه نتاع الدار متقونه، يعني كلشي هو هذاك. فهذا هو المسمن غادي وشنو نقول لكم كيجي هكا مقرمش،
الا بغيتو تقرمشوه غادي تحاولوا غير في الطياب انكم تنقصوا ليه النار، و الا بغيتوه يكون طري ومرخوف غادي تجهدوا ليه النار، ولكن ديما غادي تقلبوا المسمن على زوج جوايه. كتشوفوا الزيت اللي بقات لي هي هذيك، وهذه هي لافارس اللي تبقات لي من ديك الكميه اللي بارطاجيتها معكم. نتمنى ان فيديو اليوم ينال اعجابكم، ونتمنى انكم تستافدوا من جميع النصائح اللي عطيتها لكم هنايا. هذه هي، نتمنى انكم تلايكوا الفيديو وتبارطاجيوه.